هذا وقد قام العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، يرافقه الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوات الحرس الملكي الخاصة بجولة على أجنحة ومنصات الشركات العارضة. واطلع سموهما على العديد من المعدات والأسلحة والمعروضات العسكرية من الوسائل الدفاعية الثلاثة البرية والبحرية والجوية. وقال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن ما يميز هذا الحدث العالمي هو تفرده بالجمع بين المعرض والمؤتمر، وسيخدم جميع دول العالم التي تركز جل اهتمامها على مكافحة الإرهاب، كما أنه يسعى إلى استقطاب كبار الخبراء العسكريين.